المستجد الذي أعلن عنه بالنسبة لنا هو مرشح مواجهة وتحد قدمه فريق يخاصم غالبية لبنان. وما لم تستطعه تل أبيب وواشنطن من تحقيقه بالغزو الإسرائيلي هي حتما لن تحققه بالانتخابات الرئاسية. التعاون يبدأ بالحوار، وبعضهم أشكل علينا كيف تحاورون وأنتم متمسكون بالوزير الفرنسي؟ يا أخي عندما نجلس معا ونعرض الصفات الموجودة لديه وتعرضون الصفات الموجودة للآخرين، نقاطع هذه الصفات مع بعضها ونرى من تكون صفات مرشحه أقوى من صفات المرشح الآخر. لا تضيعوا وقتكم إذا كان هدفكم هو الكيد لنا ولمرشحنا الذي ندعمه، هكذا تطيلون زمن الاستحقاق ونشوف مين نفسه أطول من الثاني. سيأتي الوقت الآتي وهم غير قادرين أن يحصلوا حتى على العرض الذي يعرض اليوم بكل صراحة. Yeah.